أضرار تناول البسكوت والكيك. إن تناول البسكوت والكيك بشكل كبير ومستمر يسبب العديد من الأضرار، منها أضرار في الذاكرة. البسكوت والكيك يحتويان على دهون تعرف بالدهون التقابلية، وهي الأكثر ارتباطاً بسوء الذاكرة. ارتفاع السكر للمرضى به والأصحاء أيضاً، ويزيد من نسب الإصابة بداء السكر ويرفع احتمالات الإصابة به. زيادة نسب الدهون، يزيد تناول البسكوت بشكل كبير من نسبة الدهون على الكبد وترسيبها في شرايين الجسم. زيادة ترهلات الجسم وظهور السلوليت في أجزاء الجسم كافة. زيادة نسب الكوليسترول في الدم، ما يؤدي إلى خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين. البسكوت يسبب الخمول لأنه يرفع حالة الإخلال بنظام الجسم الصحي، ما يزيد الشعور بالرغبة في النوم والاستكانة. تسوس الأسنان بسبب السكريات الموجودة في البسكوت.